مرحبا بكم، رجعنا لكم وصفة جديدة واتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كثير لكم ويلا على الوصف. حليب سائل كامل الدسم 1 كوب 200 غرام، نشا الذرة ثلث كوب 50 غرام. تحريك باستمرار حتى ينسجم النشا مع الحليب. هذه المرحلة الأولى. عندما ينسجم النشا مع الحليب نوضع الزبدة. الزبدة نصف كوب 100 غرام. بنحرك باستمرار حتى يصبح الخليط سميك. طبعا الحرارة بتكون متوسطة، الحرارة بتكون على حرارة متوسطة. هيك صار سميك. نوضعه في وعاء زجاج أو أي وعاء، نتركه حتى يبرد. لازم نستخدمه يكون تقريبا دافئ. المرحلة الثانية، 1 لتر حليب كامل الدسم 5 كوب، بنحرك باستمرار حتى ما ينحرق الحليب. تقليب باستمرار. نوضع خل، أي نوع خل متوفر. مش متوفر خل، عصير الليمون 3 معالق طعام 22 غرام. تقليب خفيف، يعني تقليب خفيف، يعني مش بهدوء. يعني نصبر تقريبا دقيقتين بكون جاهز. طبعا بنكون مخفضين النار، يعني أول ما يغلي الحليب بنكون مخفضين النار. وهيك جاهز مثل ما انتو شايفين، بنصفي بنتخلص من الماء الزايد ونديره في وعاء، نتركه يبرد يكون دافئ. هيك نخلطه هو دافئ حتى يصير كريم. وما بياخد وقت كتير، يعني بالعين حتى يصير مثل هيك كريمي. طبعا كمية انتم ممكن تضاعفوا الكمية. بخصوص الملح، الملح فيكو ضيفوا نص معلقة صغيرة على كل كمية، على الخليط الأول والثاني نص معلقة أو حسب الذوق، أنتو حسب ذوقكم. مثل ما حكينا الخليط الأول والثاني لازم يكون دافئ، ما يكون لا بارد كتير ولا يكون سخن كتير. ونخلط المكونين مع بعض حتى ينسجموا. وهيك أنتو بتكونوا عملتوا إشي في البيت، عارفين شو وضعته. لا مواد حافظة ولا أي شيء، كله شغلات طبيعية. نخفق حتى ينسجم الخليط بالكامل مع بعض. وبنسكبه في أي قالب متوفر عندكم، في
قالب الحليب، الكرتون تبع الحليب أو زجاج أو بلاستيك، أي قالب متوفر عندكم تسكبوه. هو مثل الجبن اللافاش كيري، المثلثات وجبن الكيري. طبعا انتم ممكن تستخدموه للحلويات، تستخدموها للتشيز كيك ايضا. يفضل انه يقعد في البراد او في الثلاجة ليلة كاملة قبل التقديم، ولكن انا عملته تقريبا بعد ساعتين عشان التصوير، ولكن انتم ممكن توضعوه ليلة كاملة في البراد مثل ما انتم شايفين، مثل الجبن الكيري. كثير هو طيب ولذيذ وطبيعي 100%. تقريبا نصف كيلو عملت كمية، أو 600 جرام، أكثر من نصف كيلو. صحة وألف عافية، في أمان الله. تزرونا بوصفة جديدة. شكرا كتير لكم، اتمنى الاشتراك بالقناة، واذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.